كنظن بان دون ليله الصباح يعني تلقيت واحد المجموعه ديال المكالمات من منخرطين صراحه ما عاجبهمش الحال على يعني المضمون ديال التدوينه ولا هذيك الكلمه ديال الجبناء. انا وضحت لهم الامر، انا كنتكلم على الناس اللي كيتصلوا، اما منخرط عنده عذر او لا هو اختار انه يمشي ديك اختيار ديالو، ولكن اللي كيعيط المنخرطين يقول لهم ما تمشيوش حضروش باش ما يكونش النصاب، هذا هو اللي فيه المشكل. لان فريق الرجاء الرياضي على مر الجمهور العملي دوز دائما الناس كانت كتسنى، كانت صراعات، كانت لي كلون، كانت مع كلون حسبان، كلون بودريقه، كلون بلغيتي، كلون كذا، كلون كذا، يسمحوا لي الاسماء اللي ذكرت كلون باش نعطيو الواقع هذا هو الواقع هذا والله. وكيتسناو يمتى غيكون الجمع العام باش يدخلوا ويناقشوا ويختلفوا ويضاربوا، ومهم كيتسناو الجمع العام. فاذا بك تقلب من انك تسنى الجمع العام باش تناقش فيه اللي هو المكان الطبيعي وتفرض فيه الراي ديالك وتحاول تقنع المنخرطين، الى انك تبدا بعض كنقولش انك تتصل وتقول ان ما نمشوش للجمع العام. علاش؟ لان باش ما يكونش النصاب، وهذا امر هو اللي تكلمت عليه، لان الدور ديال المنخرط هو ينجح المحطه ديال الجمع العام، ينجحها بالحضور ديالو وبالنقاش ديالو، وانه يحاول يقنع الناس بالافكار ديالو. اما انه يتخذ هذه الخطوه ديال المانع ويحاول يقنع خارج، خصنا نفرقوا بين الكواليس اللي كتكون يعني ايام قبل الجمع العام كواليس، يعني انا كنبغي نجمع اكبر عدد، نبغي نقنع الناس يكونوا معايا مثلا اذا كان جمع عام عادي من اجل الانتخابات، كذلك للمرشح الاخر او للكلون الاخر، هذه كواليس. ولكن كتسبق الجمع العام وكنجي للجمع العام وكنناقش وكنضرب على افكاري. اما انني نبدا نتصل بالمنخرطين الو ما تجيوش الو هذا هو الامر اللي ما مقبولش، وهذا هو الامر اللي تكلمت عليه انا. هذا التصرف وصفصوا التصرف ديال الجبناء، المنخرطين الاخرين عندهم اعذار كذا، انا لا حديث مع هذا، ومع كامل الاحترامات يعني احترامي لجميع المنخرطين، لا اللي ناقشوا معايا اللي اتصلوا بيا او اللي توصلت بالاصداء ديالهم. فاي فريق عنده الجمع العام اللي كينجح الجمع العام هو المنخرط، لان الدور ديالو الاساسي هو انه غيجي للجمع العام باش يناقش المستقبل ديال الفريق، في اختيار مثلا يعني الرئيس اللي غيكون ولا اللائحه اللي غتكون، ممكن نقاش على مثلا التقرير المالي، على المشاكل اللي عاشها الفريق، على اختيارات تقنيه، على نتائج تقنيه. بالتالي هذيك هي المحطه الاساسيه، كتكون قبل الانتقادات يعني في المنصه ملي كتكون مباريات ولا في الجروب ديال المنخرطين ولا كذا، ولكن الموعد اللي خصني نعبر فيه على رايي بقانوني وكذا وكنكون في موقع قوه وبشكل يعني قانوني هو الجمع العام. فما تجيش للجمع العام هذاك حقك، ولكن تبدا تحرض الناس انهم ما يجوش للعام العام وتصل الناس باش انهم ما يجوش للجمع العام، هذا ماشي حقك، لان الجمع العام المفروض انت تكون حاضر باش انك تنجحوا وتناقش. وراه قلت قبيله راه ماشي راه انت راه مجموعه ديال المخاطبين كانوا كيعتقدوا بان كاينه لائحه وحده قوه القانون غدوز، ما فاهمينش ما عارفينش لان ناقش معنا واحد المخاط كنتجادل انا وياه كنقول له راه ما يمكنش هذه الهضره اللي كتقول لي. لا قلت له واخا ماشي مشكله، انت غتبحث وانا غنبحث، وفي الاخير اتصل بيا وقال لي كلامك على صواب، والسي بالقشور اكد لي هنا فعلا بان هذيك اللائحه خصها تدوز للتلوث. انا ما كنتكلمش على الوضع، انا كنتكلم على القانون. ابري شنو غيديروا؟ هذا الشيء العام اللي راه كنظن السي بالقشور قال لهم الحباس لا خصكم تصوتوا على اللائحه. كنظن في الجمع العام. لا هي انا عطيته مثال بالجمع العام ديال العصبه الاحترافيه اللي كان غيكون فيه سعيد مصيري في المره الاولى رئيس، كانت لائحه واحده ومع ذلك رحت للتصويت. يعني اي لائحه تكون خصها تدوز للتصويت وتحتكم للقانون، وانا ذاك الجمع العام هو اللي غادي يحكم. راه دائما واحد الناس كيبقاو يكرروا واحد الكلمه، الجمع العام سيد نفسي. سيد نفسي راه في اطار القانون، الا كل واحد غادي يدير جمع عام الطريقه اللي بغى راه ما بقاش قانون. علاش عندنا القانون 309 وعندنا النظام الاساسي وعندنا القانون الداخلي وعندنا، باش نقولوا الجمع العام سيد نفسي، راه سيد نفسي في اطار القانون.